جريمة الإخفاء القسري لا زالت مستمرة حتى الآن، وفي حالات حديثة وأماكن الاحتجاز مليئة بالمختفين قسريا. في ناس بتصل حالات الإخفاء بالنسبة لهم ل 50 يوم و60 يوم وأكثر من ذلك، ولاقوهم محطوطين في قضايا كبيرة ولهم اعترافات بعد تعرضهم لتعذيب. في حالات إخفاء قلنا لهم احنا عارفين أماكنهم فين، وفلان وفلاني مكانه في المكان الفلاني، ومع ذلك حتى الآن لم يعرض على النيابة ولم يوجه له اي اتهام، وهو وعد ان هو هيرفع الموضوع للمساعد النائب العام للمكتب الفني بحيث ان يكون في حل قانوني. والده مهندس محمد خضر علي سعد، مهندس حاسبات، مختفي من يوم مجزره 4. دي خامس مره ندخل للنائب العام، والنائب العام للاسف لا هشام بركات قابلنا ولا النائب العام الحالي بيقابلنا او بيرضى يقابلنا. بيصدر لنا احد مساعديه ان هو يكلمنا او يقول لنا يدينا رقم شكوى، او النهارده برضو قابلنا احد الساده المستشارين وقال لنا ان احنا نبدا اجراءات من الاول، كان احنا اصلا ما عملناش حاجه خالص طوال ال3 سنين اللي فاتوا. احنا عملنا كل حاجه لغايه تحليل الدي ان ايه، عملناه، عملنا شكاوى، عملنا محاضر حقوق الانسان، المجلس القومي لحقوق الانسان، وزاره الداخليه، مجلس الوزراء، كل مكان يعني المفروض ان احنا نروح والمفروض ان احنا ما نروحش فيه رحنا فيه. احنا عايزين نعرف ولادنا فين. ولادنا مش حاجه كده بتتبخر، لا، ولادنا دول بشر لهم كيان ولهم وضع ولهم يعني حاجه ملموسه يا جماعه، ان احنا ماده ملموسه، بني ادم، يعني مش معقوله ان ابني هيتبخر كده وما اعرفش هو راح فين. يصعب علينا طبعا جدا ان احنا ما نعرفش مصير اولادنا ايه. احنا اولادنا دول كانوا من افضل الناس وكانوا من اشرف الناس، ومش عارفين مكانهم فين. احنا ما عندناش مشكله في ان هم يكونوا مش موجودين او موجودين، بس نعرف، لان عدم معرفه مصير الابناء بيكون اشد ضراوه في الحزن من الحياه كده بدون ما نعرف هم مصيرهم فين ولا موجودين فين. كل الناس اللي لجأنا اليهم بالطرق الغير يعني معروفه كويس بيقولوا لنا، بيأكدوا لنا ان في موجودين في السجون زي سجن العزولي وزي سجن السلام وزي سجن وادي النطرون، ان في ناس مختفيين قسريا. وفي بعض الوسائل الاعلام بتقول، او وبعض المسؤولين في وزاره الداخليه يقولوا ان ما فيش عندنا اختفاء قسري. طب انا ابني مختفي قسري، انا ابني مش عارف هو فين دلوقتي، يبقى ازاي ما فيش اختفاء قسري؟ وغيري حالات ورايا كتير، وفي مكتب النائب العام قلنا الكلام ده وذكرنا بالاسماء وذكرنا بالشواهد وذكرنا القضايا اللي احنا قدمناها وذكرنا الطرق اللي احنا اشتغلنا بيها في البحث عن اولادنا. انا اسمي ساره محمد سيد محمد اسماعيل، ماجستير اعلام، ابنه الطبيب المختفي قسريا دكتور محمد سيد محمد اسماعيل، استشاري الجراحه العامه والاورام والحروق. انا والدي تم القبض عليهم 24/8/2013، كان يوم السبت 11 مساء بعد ما رجع من عيادته. تم القبض عليه قدام بيتنا، وانا وماما واخواتي شفنا طبعا الواقعه كلها كامله بعينينا والجيران كمان. بعديها عملنا محضر في اسم الشرطه بالواقعه وباللي حصل. بعد وقت عرفنا من بعض المصادر الامنيه ان والدي موجود مع الداخليه، يعني مصدر امني، وبعض الناس اللي كانت محتجزه كمان باعتباره مختفي قسريا لفتره. يوم 5/8/2014 نزل خبر عن والدي في جريده التحرير النسخه الالكترونيه، بيقولوا ان تم القبض على الدكتور محمد سيد اللي قاموا باعمال شغب. بعديها بفتره طبعا عرفت من بعض الناس اللي كانت موجوده في سجن العزولي ان والدي موجود هناك. بعد شويه عام 2014 تقريبا عملنا حركنا دعوه قضاء اداري في مجلس الدوله بالزام الداخليه بالافصاح ان كان والدي يوم 17/5/2016 اخذت حكم نهائي الزامي بافصاح الداخليه عن مكان والدي. طبعا لحد الان لم يتم تنفيذ الحكم.